مرحبا بكم عاوتاني في فيديو جديد. هذا الفيديو هذا غادي يكون على فيلم قصير رياكشن. كيف ما العاده الفيلم غادي يكون سوربرايز، ما كنتش انا مفرج فيه، غادي نتفرجوا فيه مع بعض. الفيلم سميتو نشوف يورس. الفيلم سميتو يورس انيم. غادي نبداو على بركه الله باش نطول عليكم. بسم الله. Yours, yours. الافلام ديال الانيم تيعجبوني على الافلام العاديين، تيكونوا معبرين اكثر من اللي كيكون فيهم بنادم حقيقي، يعني كيقدروا يديروا فيهم شي حوايج اللي ما يقدرش يمثلهم بنادم. مثلا منظنش انه يكون راجل يكون ولد هذا. هذا راه طاحت من الفوق. رضت الوالدين، رضت الوالدين، نوصيكم رضت الوالدين، الله يسمح لنا من الوالدين. والسلام للوالده من هنا اذا كانت كتفرج فيا. ما قال لك ميمه ديك من زمان هاد السواق هذا. مازال لحد الان ما فهمت والو في الفيلم، كان في واحد القريه قديمه او مهجوره غير هما اللي كاينين، يمكن هادشي اللي كيبان غير هما اللي كاينين يوم بجوج. هادشي اللي بان ليا الدواء. فهمت والو في هاد اللقطة هادي. دابا هو غادي يمشي لشي بلاصة بعيدة واقيلا، وغادي يقاد الكرسي باش مطيحش أو ها يركبها معاه. برافو. Ooh.
علاش بغات ترجع لتما؟ الله اعلم. بغات تشوف زعما تشوف الخير في هذيك القريه يمكن. شنو اللي كتنعس يبقى جالس في ديك الكرسي زعما ايري تقولش لي عاوتاني اشاره غادي تدخل لي في البلا هادي باي باي كملوا الفيلم ديالنا سمحوا لي حيت كنتفرج من اليوتيوب هذاك الشيء علاش واليوتيوب متعون فيه الاشارات كيف انتم عارفين نتمنى يكون اخر اشهار بيجيني شي 5 ولا 7 في هذا الفيلم هذا انه صاعد الى قمة الجبل فيها البرد مسكينة شنو الحزن اللي فيهم ما فهمتوش انا دابا هما عرفت علاش كاينين غير هما بوحدهم فين غادين هادشي كامل غادي نعرفو مع بعضياتنا الانيم هذا باش زوين تيخليك تعيش معاه يعني خصوصا هادو اللي ما كيكونوش يهضروا فيهم يعني كيخليو لك السيناريو نتا يكتبو كيف ما بغيت المهم المشهد عندك والديالوغ عندك الحوار كديرو نتا يعني طاحت لها الخدة نزل جيبو لا طاحت لا ما خلاش طاحت شاد برجليه شاد بيه اوك مزيان جرب باش تشوف الشروق ديال الشمس او الغروب ولكن هي باقا حزينة علاش ماتت زعما ماتت ماتت فيلم فيلم ما عرفتش
فيه غموض بزاف، يعني كيخليو لك انت تفكر شنو هذاك الشيء. اذا يقدر يكون ما عرفت شنو نقول على الفيلم، ولكن مزيان زوين، كيخليك تعيش معاه، كتحس بواحد الهدوء، تعيش في هذاك العالم اللي هما راسمينو حتى تما. يعني نقدروا نقولوا عليه فيلم زوين، عطيه لايك. علاش حتى وصل، يعني ما عرفتش شنو نشرح على الفيلم، حيت كيف ما قلت لكم فيه شويه ديال الغموض، ولكن فيلم مزيان، كيبقى صافا، فيلم زوين. هو اللي بغاو يقصدوا منه، اللي فهمت انا، هو انه هذيك القريه اللي هما فيها الخراب، ما فيهاش الناس، ما فيهاش الحياه، زعما بغاو يمشيو لشي بلاصه اللي فيها الحياه. ومن بعد ملي قرروا ومشاو، وصلوا معطلين، حيت كانت هي ديجا ماتت. فكرتني بواحد المثال، تقول لك ملي تكون غادي في طريقك للحياه، يعني الهدف ديالك اللي غادي تكون فيه فرحان، ملي تكون في طريقك للحياه ما تنساش تعيش، يعني في ديك الطريق اللي تكون غادي فيها ما تنساش انك تعيش، ماشي تبقى حاط في عينك غير هذاك الهدف، والطريق اللي كدوز منها ما كتعطيهاش حقها. اذا كل بيريود خصك تعطيها حقها. المهم كان هذا هو النهايه ديال الفيلم، بلا ما نطول عليكم، نتلاقاو في شي فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه، باي باي.